صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من امرأة مسلمة في بلد آخر ولكنها تكشف وجهها ولا تتقيد بالحجاب، فهل الزواج صحيح إذا توفرت فيه الشروط والأركان؟ زواج صحيح، لكن يلزمها بالحجاب لأنه زوجها، لأنه زوجها ومسؤول عنها. وأنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة، فيلزمها بالحجاب. نعم، له عليها سلطة، الرجال قوامون على النساء. نعم.